السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معي في الفيديو الجديد. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا واحد الوجبة ديال الفطور ولا ديال الميريندا. المهم غادي نحضروا إن شاء الله واحد السفنجات ديزهم الكلام، وصراحة بمقادير اللي زعما متوفرين في كل بيت وساهلين في الطريقة، ما كتعجني لا عجينة ولا حتى شي حاجة، ساهلين ساهلين ساهلين. المهم غندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهنا عندي هنايا يكون شي نص كيلو ديال الفورس، ما غاديش ندير بزاف. هنا عندي الملحة، عندي الخميرة، ملعقة ديال الخميرة والملحة حسب الذوق، وعندي الماء دافي، هادشي هو اللي كاين. ودابا غادي ندوزو الطريقة ديال التحضير. نسيت الخميره هي الاولى، وكنطلق العجينه من الاول، كنطلقها ما كنخليهاش قاسحه، من الاول كنطلق العجينه ديالي، يعني طريقه اللي سهله. حنا في الغربه ما نقولوش ما عندناش، ما نعرفوش، ما نديروش، ما عندناش منين نشريو السفنج. السفنج ساهل كيتصايب في الدار زعما بمقادير اللي ساهلين. وبالنسبه للفورس راه كيكون طبيعه الحال خص تكون الفورس تكون فيه جوده، ماشي فورس عادي، تكون يكون مزيان ويكون فيه الخيط. كنقولوا الخيط بالنسبه لهنايا، كنقولوا الدقيق ديال الفورصه، كيكون كلي كتكون فيه الفورصه. صافي كندير بهذه الطريقه هذه. دابا كنضيف الملح ديالي، حيت الملح صراحه ما كنديرهاش في الاول، كنديرها في الاخير باش كتجمع ليا سميتو، كتجمع ليا العجينه. وبالنسبه للطريقه ديال تدلكو، انا راه ما كندلكهاش، سهله بهذه الطريقه. صافي بيد وحده كتعجنيها، بيد وحده ما كتحتاجيش ديري جوج يدين. يعني ما كاين لا دلك لا والو، بهذه الطريقه كنضربها واحد شوي. اي باش تدخل فيها الملحه، هذا هو الاساس، انها تدخل فيها الملحه. ندير واحد الزيف حيت كتمشي وتجي. ودابا غادي نفزق غير يدي، ما غاديش ندير الماء، غنفزق غير يدي باش نجمع العجينه. ملي كتفزق يديك راه كتجمع لك العجينه، وصافي كنخليها هكا. كنغطيها بشي بابيل فيلم، ولا كندير عليها زيف، ولا اللي متوفر عندك، اما دير زيف اما اللي بغيتي دير. المهم كنغطيها، نغسل يدي ونغطيها وصافي، ومن بعد نرجع معكم. المهم بعد ما خمرت لي العجينه، هي كتبان بلي راه طلعات خمرات، شفتوها. المهم كنحاول نحيد من داك الهواء، كنهبطها بحال هكا، كنفزق يدي، كنفزق يدي هكا. شو كي كتولي بعد ما حيدت من داك الهواء، كنضربها واحد شوي. هي الضرب ديال السفنج، كيقاولوا بنا ويعطينا السفنج، يقول لينا راه دلا الكره ما كاين لا دليك لا والو. ها هكا وصافي. دابا غنخليها واحد شوي عاوتاني ترتاح، بين ما دزت شعلت درت الزيت في المقله، وغندوز ان شاء الله للطبيخ. المهم حنا حطينا الزيت ديالنا سخون، دابا غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. الطريقه ضروري خصكم تفزقوا يديكم ضروري، ونديرو هكا ونحطوها. ونديرو الثانية بهاد الطريقة هادي. نديرو صيور، كنحاول نطلعوه شوية على الزيت، كنميل المقلة.
حتى نحسو بها انها شدات لينا راسها مزيان، وعاد من بعد كنقلبوها كنشوفوها بلا راه شدات راسها شويه، كنحاول نقلبوها هكا بالزيت باش كتنفخ لينا. شفتوا هي كتنفخ صراحه، كيجي رائع وسهل، ما فيه لا دليك ولا حتى شي حاجه. راكم شفتوا الطريقه، يعني ما مدلكتو ما والو. ودابا كنعوضو داك اللي خلينا خاويه، كندوزو نقلبو الاخرى. وهذه هي الطريقه حتى الاخير ان شاء الله. شوفوا كي كتنفخ، شفتوها كي كتنفخ. كنحاول ديما اللي كنديروها الاولى ما كنخليوهاش. المهم انا غادي نسمعكم من الاول، دابا راه الاولى كتجي شويه، ولكن راه من بعد كيبدا كيتنفخ. شفتوا كي كيبدا يتنفخ. نزيد معكم واحده اخرى. بهذه الطريقه هذه كنخليوها هنايا، ما كنفوهاش في الزيت. المهم ها نتوما شفتوا، ها هي الاولى تبارك الله كي خرجات. شفتوا راه تقولي الشفنج بحال ديال السفناج، ما كاين حتى شي فرق، راه ما فيه لا دليك لا والو. يعني الشفنج ساهل ماهل، اي واحد يمكن يديرو في دارو، ما فيه لا مجهود، ما كدلكي لا عجينه لا والو. الطريقه هو ان خصو العجينه ضروري تكون مطلوقه، الا ما كانش العجينه مطلوقه راه ما يجيكش السفنج زوين. باش نقلب معكم خوتي. هذا هو السفنج ديالي، الصراحه كيجي روعه روعه روعه، خفيف ظريف بمقادير اللي بساط تبارك الله. راه نص كيلو ديال الدقيق خرج لي هذه الكميه كامله. جربوه في ديوركم، راه ساهل زعما ماشي شي حاجه اللي واعره.
كنت خوفون بزاف د الحوايج، ولكن ملي كنجيو نجربوهم كنلقاهم زعما صراحة بالله راهم ساهلين ماشي واعرين. وهذا هو السفنج ديالي، وانا نحل معاكم شي وحده. كيجي خفيف من الداخل، ما هانتوما هانتوما نحلها كاع كامله، ما كتجيش كاع ديك الكموت ديال سميتو، كيجي خفيف. المهم كنتمنى هاد الفيديو ديال هاد النهار يعجبكم، وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم وبجيم ديالتكم، واللي ما مشاركش معايا في القناه مرحبا به معايا، وشكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.